موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة الدولية في أول زيارة رسمية لسلطان عمان منذ توليه الحكم، ثم توجه الزعيمان إلى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان هيثم بن طارق، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني لكل من البلدين الشقيقين. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن سلطان عمان يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الزيارة تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى مصر وممثلي عدد من المؤسسات الأفريقية في إطار احتفال الدولة المصرية ومؤسساتها بيوم أفريقيا. أكد المستشار جبالي اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية الراسخة في وجدانها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي نستمد منها جميعاً روح التحدي والمثابرة والنضال المشترك للشعوب الأفريقية. وأكد جبالي على أن وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، لا سيما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية وما تعانيه القارة نتيجة لذلك من أزمات متعددة ومتلاحقة، مشدداً على التزام مصر الراسخ ببذل كافة الجهود لتحقيق المصلحة الأفريقية ودعم الدول الأفريقية والدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية على المسارين الثنائي ومتعدد الأطراف. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة المقاولون العرب لدى عدد من الجهات الحكومية. وأوضح مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة المقاولون العرب لدى عدد من الجهات الحكومية والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات، مؤكدا أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة المقاولون العرب والسعي لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا باعتبارها تعد ذراعا للدولة في مجال البناء والتنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلي والخارجي، مؤكدا أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها. انتخب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس لفترة ثالثة على التوالي، وانتخب عبد الغفار بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب، كما تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب. جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع 59 لمجلس وزراء الصحة العرب والذي يعقد اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية. وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم، كما افتتح الوزير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامه ZLD والتي تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي، تماشيا مع التوجه العالمي وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع في إقامة مشروعات صديقة للبيئة. وشهدت الزيارة رئاسة الوزير اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، وأكد الوزير على أن المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عاما، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومي حيث يعتمد على الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي لإنتاجه. تطوير وادي الفروسية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط جاء إسهاماً كبيراً من وزارة الداخلية للارتقاء برياضة الفروسية
حيث استضاف الوادي بطولات دولية ومحلية عديدة. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية على أرض الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية على مدار يومين بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. التجهيزات كأجواء وكده، الأجواء لذيذة، وأحب إن يتم يبقى في بطولات تانية إن شاء الله في النادي هنا. الإعداد بتاع الملاعب على مستوى عالي، وأرض الملعب اللي هو ملعب التقاط الأوتاد ملعب قانوني وملعب دولي يستضيف أي بطولة دولية. بصراحة يعني النهاردة انبهرت من التنظيم والملاعب المؤهلة بشكل جميل جدا للبطولة. أنا باجي هنا نادي وادي الفروسية حتى لو مش مشارك عشان أتفرج على البطولات هنا، بيبقى في أماكن كويسة جدا لأقعد أتفرج منها. نشكر القائمين على التنظيم في وادي الفروسية، وبنشكر وزارة الداخلية على توفير مكان زي وادي الفروسية يسمح إن هو يستضيف بطولات عربية وبطولات دولية بعد كده. وأقيمت البطولة ليلا في ظل تجهيز الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة. تبارى عدد من الفرسان على ملاعب الوادي التي تم تجهيزها وفقا للمعايير الدولية في رياضة الفروسية، وهو ما أشاد به الفرسان أنفسهم. تجهيز على أعلى مستوى، يعني احنا ما شفناش كده في أي مكان تاني في جمهورية مصر العربية. يعني ما فيش نادي يقدر يستقبل الكم دوت، او يستقبل ان انت تقدر تشتغل على اكتر من بطوله في وقت واحد. بصراحه وادي الفروسيه عامل مجهود كبير جدا في تنظيم البطولات والحفلات من ناحيه الاراضي، سواء اراضي الاحماء، الاراضي كويسه جدا وكبيره فيها كميه يعني عدد خيل كبير جدا. اضاءه جميله وانت بتعرف تتمرن بيها، والاراضي فايبر تريح الحصان، في كل المساعدات حتى لو حصانك اتصاب هنا. الوادي مجهز بفندق لإقامة اللاعبين، واسطبلات لإواء الخيول المشاركة. غرفة الحكام مجهزة بشكل يمكنهم من رؤية الملاعب من كافة الزوايا. ميدان والتجهيزات اللي موجودة في وادي الفروسية لفت العالم كله طبعا الحمد لله، ولعبت في أماكن كتيرة قوي، ما لقيتش الاستعدادات والتجهيزات اللي موجودة في ميدان وادي الفروسية. ونشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه ومنفذينه الحمد لله، وكويس ان احنا يعني في مصر ان عندنا حاجة زي دي. انا بشكر ربنا على نعمة مصر والمكان اللي احنا فيه، لان احنا انا شفت سافرت كذا دولة، انا ما شفتش مكان بالتنظيم ده والروعة دي. وتستمر وزارة الداخلية في دعم الرياضة في مصر وعلى رأسها الفروسية، وهو ما يؤكد عليه قيامها بتطوير وادي الفروسية ليصبح قبلة للبطولات في هذه الرياضة.